السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الدارسين والدارسات ببرنامج التعليم عن بعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يسعدنا أن ألتقي معكم اليوم في المحاضرة العاشرة من اللقاءات الحية لمقرر محاسبة الزكاة والضريبة حسب 416 والمقرر على طلاب المستوى السابع تخصص المحاسبة. النهاردة إن شاء الله حضرات عايزين ناخد تمرينات إن شاء الله. إن لم يكن لديكم أي استفسارات هناخد تمرينات على طول. إذا كان لديكم أي استفسارات أسمعها، ما كانش هنبدأ ناخد تطبيقات. بالنسبة لحضرات للتطبيقات الخاصة بالفصل الدراسي اللي هو الخامس، الفصل الدراسي الخامس احنا حليناها ماشي؟ احنا حلينا معظم الفصل الدراسي الخامس. حد له اي استفسار ماشي بالنسبة للفصل الخامس؟ الفصل الخامس حضرات احنا كنا حلينا المرة السابقة الاتي، ما حدش لي اي استفسار يا شباب، تمام؟ طيب الفصل حضرات الخاص بالفصل الخامس كان في بعض الحاجات اللي هي لابد ان نركز عليها، وهي الاتي: اولا اسعار الضريبة، ثانيا الضريبة المستقطعة، ثالثا الارباح التقديرية. دول ثلاث حاجات حضرات يجب ان احنا نلاحظهم ونركز عليهم. يعني سعر الضريبة حضرات 20% طبعا معروفة لشركات الأموال المقيمة، الشخص الطبيعي والشخص غير المقيم. 30% للاستثمار في الغاز الطبيعي تصل إلى 85%. ضريبة مستقطعة حضرات وهي مقسمة عندكم ثلاث فئات: 20% و15% و5%. ماشي تمام. خدنا احنا الأمثلة اللي موجودة في هذا الفصل. أيضا في هذا الفصل الخامس لحضرات وهو الآتي، عند حضرات في صفحة 122، في صفحة 122 في حضرات الالتزام بسداد الضريبة. معروف حضرات أن رجل الضرائب ورجل الزكاة، أن المكلف بيقدم الإقرار الضريبي ومعه قائمة المركز المالي ومعه قائمة الدخل. يقوم رجل الزكاة ورجل الضريبة بفحص الإقرار المقدم وفحص قائمة الدخل وقائمة المركز المالي. المفروض حضرات المكلف يدفع الضريبة مع الإقرار، يعني يقدم الإقرار ويدفع معه الضريبة المستحقة عليه. طيب هنا في صفحة 122 حضرات بيقول لي إنه يجب على المكلف أن يسدد الضريبة على ثلاث دفعات معجلة، في حالة أن يسدد الضريبة على ثلاث دفعات معجلة في حالة إيه؟ بيقول لي ثلاث دفعات معجلة ماشي، واحدة منهم في الشهر 6 وواحدة في شهر 9 والثانية في شهر والثالثة في شهر 12. إذا كان وجايب معادلة 25% في أ ناقص ب، حيث أن أ هي ضريبة المكلف على السنة السابقة وفقا لإقراره، وب هي مقدار الضريبة المسددة عن طريق الاستقطاع من المنبع. والله لو كان حضرات الضريبة اللي سددها العام السابق واخصم منها الضريبة المحصلة من الغير زي ضريبة القيمة المضافة وغيره، اذا كانت 25% منها حضرات لا تقل عن 500,000 ريال، فيجب ان يسدد المكلف الضريبة على ثلاث دفعات معجلة. الاصل ان يسدد المكلف الضريبة مع الاقرار، لكن هذه المادة حضرات اللي هي المادة 70 من النظام قالت انه تمام لازم يسدد على ثلاث دفعات معجلة، واحدة دفعة منهم في شهر 6 ودفعة في شهر 9 ودفعة في شهر 12. ماشي، متى يدفع المكلف ثلاث دفعات مقدمة؟ اذا كانت الضريبة اللي دفعها العام السابق ناقص الضريبة اللي محصلها من الغير، ماشي، يعني 25% من الضريبة اللي دفعها السنة الماضية مطروحا منها الضريبة المحصلة من الغير،
لا تقل عن 500,000 ريال. في هذه الحالة حضرات يجب أن يدفع ضريبة على 3 دفعات معجلة. ده حضرات هذه الجزئية يجب أن تؤخذ في الاعتبار وفقا للنظام الضريبي اللي احنا بصدد. أيضا حضرات خدنا المرة اللي فاتت النشاط الأعمال المصاحبة للتوريد، وللعلم مرة تاني أن عقد التوريد ليست عليه ضريبة، عقد التوريد، أما الأعمال المصاحبة لعقد التوريد هي اللي عليها ضريبة. طيب الأعمال المصاحبة للعقد التوريد إيه هي؟ سواء كانت عمليات نقل، عمليات تركيب، عمليات صيانة، وهذه مرتبطة أنها بتكون داخل البلد، يعني داخل المملكة العربية السعودية. تمام؟ فأي عقد مصاحب لعملية التوريد ماشي يخضع للضريبة. طيب نحدده ازاي؟ والله اذا كانت في دفاتر منتظمه والعقود واضحه خلاص ناخذ بما هو في العقود، ان لم يكن فيعتبر 10% من قيمه عقد التوريد هو العقد المصاحب للتوريد. تمام؟ وهنا حضرات خلي بالكم من حاجه، عقد التوريد غير خاضع، فيه نقل يبقى ب 10%، طب في تركيب 10%، طب في صيانه 10%، يعني اي عمليه مصاحبه لعمليه التوريد ماشي الوعاء الضريبي يكون 10% من عقد التوريد نفسه. طيب المنشأة لا تمسك دفاتر منتظمة. طب عقد التوريد مثلا زي ما احنا كنا جايين حضرات على مثال، وكان المثال ده في التمرينات اللي هي في الاخر خالص اهي، في مثال حضرات كان جاي قبل الاختبار قبل الاسئلة على طول، اللي هو موجود عندي في الكتاب اهو. قبل الأسئلة 134، أنا عندي 134 أهو، بيقول الآتي: الفصل الخامس تمام. التمرين حضرات اهو، الجزء الخاص بالتوريد لا يخضع ضريبة، لكن يخضع ضريبة فقط نصيب التركيب من العقد لما نص على نصف العقد، وبالتالي يعمل ب 10% من العقد وفق العقد. هنا حضرات بلغ مبلغ عقد التوريد والتركيب في المملكة ب 5 مليون ريال، والمطلوب تحديد مدى خضوع العقد للضريبة في المملكة ماشي. إذا كان هناك خضوع الضريبة فالمليات القضاء عليها احتساب مقدار الضريبة المستحقة بفرض عدم وجود دفاتر منتظمة. ماشي؟ عقد توريد وتركيب، التوريد نفسه لا يخضع، التركيب هو عبارة عن 5 مليون، يبقى إذا عقد التركيب حضرتك ب 10%. يبقى إذا 10% ده التركيب، ماشي؟ طب الربح التقديري كام؟ الربح التقديري حضرتك وفقا للأرباح التقديرية غير منصوص عليه، ولذلك يسري عليه 15%. فهاخد ال 5 مليون اضربها ب 10% تبقى 500,000، ناخد ال 500,000 نضربها ب 15% يديني الربح. واحنا عارفين حضرات ان الربح هو الوعاء الضريبي، تمام؟ عايز احسب الضريبه المستحقه، يبقى الضريبه المستحقه الربح مضروبا في 20%. ماشي يا شباب؟ ده اللي هو خاص بعقد التوريد. برضو بالنسبه حضرات لي الجزء اللي خاص بالتمارين حضرات اللي خدناها كلها اهي معانا بالنسبه للفصل الخامس حضرات، تمام؟ السؤال الاول حضرات خدناه كانت اجابته باع، صح؟ السؤال الاول كانت اجابته باع. السؤال الثاني حضرات ده علامه صح وغلط. الدخل الخضر الضريبي في المملكه يعد وفقا لنظريه النظر الرئيسيه لنظريه الاستاذ دائما سواء كان سعوديا او غير سعوديا. ده حضرات يعني احنا هنعتبر هذا خطا، لان الدخل هنا بيحسب، هنعتبرها خطا دي حضرات، ماشي؟ بعد كده الشخص غير المقيم يخضع للضريبه اذا كان مميز للنشاط في المملكه من خلال منشاه دائمه
سواء كان سعوديا او غير سعوديا، الشخص غير المقيم يخضع للضريبه. طبعا معروف يا حضرات ان السعودي يخضع للزكاه اذا كان مقيم. فهنا حضرات هذه العباره تعتبر صحيحه، ماشي، اللي هي العباره الخاصه بهذا. يحق لمصلحه الزكاه والدخل اجراء ربط اضافه على الشخص لتضح المصلحه ان الضريبه التي قبلتها في السابق غير صحيحه. ايضا يا حضرات هذا صحيح، هذا العباره تعتبر صحيحه. بعد كده تخضع شركات الاموال السعوديه المقيمه عن حصه مواطن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والشركات المملوكه لهم بالكامل المسجله في تلك الدول في الاربعه تحقيقا للزكاه الشرعيه وليست للضريبه. هنا حضرات لو كانت اللغه العربيه مش قويه الخاصه بهذه العباره، لكن الشركات الاموال حضرات المملوكه للسعوديين او المملوكه لدول مجلس التعاون والتي تعمل في المملكه العربيه السعوديه ومنشاه وفقا للنظام السعودي، اذا كان يمتلكها سعوديين او يمتلكها مواطني دول مجلس التعاون الخليجي هيسري عليهم المرسوم الملكي الكريم في 1405 فيعاملوا معامله السعوديين، لذلك يخضعوا للزكاه. تمام؟ يخضعوا للزكاه. يعني اذا العباره صح، خلي بالكم بعد ده كله احنا وصلنا الى ان هذه العباره صحيحه. تعتبر حالات التوقف عن نشاط او بدء مجالات نشاط استثنائي على مبدا السنويه. ايضا يا حضرات هذا يعتبر صح. يترتب على خضوع دخل المكلف الواحد من مصادر متعدده لاكثر من ضريبه نوعيه حدوث ازدواج ضريبي، حدوث ازدواج ضريبي. هو هنا الازدواج الضريبي حضرات هو خضوع نفس المال، ماشي، للضريبة مرتين. فإذا كانت هذه العبارة تؤدي هذا المعنى يبقى صح. يترتب على دخول دخل المكلف الواحد من مصادر متعددة لأكثر من ضريبة نوعية حدوث ازدواج ضريبي. أرى أنها صح ولا غلط يا شباب؟ صح ولا غلط؟ انتظر الإجابة منكم. صح ولا خطأ يا شباب؟ صح أم خطأ؟ ها؟ صح أم خطأ؟ لا ما ينفع غير اللي هو كتابة يا شباب. هي كتابة مش متاحة. حد يجرب الكتابة الآن؟ أيوة. صح. هنا دخول المكلف ماشي ماشي. طيب دي صح يا شباب. تعني إقليمية الضريبة تطبيق مبدأ التبعية الاقتصادية في فرض الضريبة. أيضا يا حضرات طبعا أنا جاوبت منهم أشياء المرة اللي فاتت لذلك عايز أسرع فيهم شوية. صح. إذا دفع مبلغ من المال عن عدم تقديم الإقرار الضريبي في الميعاد النظامي فإن ذلك يعد رسما. صح ولا خطأ؟ انتظر الإجابة منكم. خطأ مظبوط. شكرا لك يا سلسبيل، ممتازة. الشخص الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي يخضع للضريبة سواء كان سعوديا أو غير سعوديا مقيما أو غير مقيم. أيضا حضرات هذه صح، ماشي، ممتاز ممتاز، بارك الله فيكم. نعم. تعد الشركة مقيمة في المملكة خلال السنة الضريبية إذا كانت منشأة وفقا لنظام الشركات السعودي. إيه رأيكم صح ولا غلط دي؟
ليه؟ خط صح. ليه كتبت خطأ يا شباب؟ تعد الشركة مقيمة في المملكة الخليجية الضريبية إذا كانت منشأة وفقا لنظام الشركات السعودي، إذا كانت منشأة وفقا لنظام الشركات السعودي أو تقيم إدارتها الرئيسية في المملكة العربية السعودية. الاثنين دول ماشي، ده عبارة عن هذا أو هذا لا يعتبر الشركة السعودية، ماشي؟ فهذه العبارة صحيحة. إذا كانت الشركة منشأة وفقا لنظام الشركات السعودي فإن حصص الشركاء غير السعوديين فيها لا تخضع للضريبة. ها صح ولا غلط دي؟ خطأ. خطأ صح. كلامكم مظبوط، هي الإجابة خطأ عشان التوضيح برضه عشان ما يبقاش فيه لبس. يقدم الاعتراض بعد التبليغ بالربط خلال المفروض حضرات جيم اللي هي 60 يوما. ماشي؟ لا استنى، ليه ليه ليه؟ إذا كانت الشركة رقية أشكرك لحظة كده، إذا كانت الشركة منشأة وفقا لنظام الشركات السعودي فإن حصص الشركاء غير السعوديين فيها لا تخضع للضريبة. أيوة خطأ العبارة. ليه؟ لأن حصص الشركاء غير السعوديين تخضع للضريبة. أيوة ماشي، ما هو بيقول إيه؟ فإن حصص الشركاء غير السعوديين فيها لا تخضع للضريبة، يعني عارفة معناها إيه؟ معناها أن حصص الشركاء غير السعوديين تخضع للزكاة أو معفاة مثلا، صح؟ ها واضحة يا شباب؟ لا بارك الله فيك. طيب رقم 5، يجوز لمصلحة الزكاة الداخل المكلف استئناف قرار لجنة الاعتراض الدائية خلال فترة لا تتجاوز المفروض حضرات باع 60 يوم. هنا مش هنجاوب الكل يا شباب، ماشي؟ 8 إذا فرضت ضريبة على أرباح الشركات الأجنبية الدولية وفقا لمعيار ممارسة النشاط الاقتصادي ودولة الجنسية فإن ذلك يؤدي إلى ازدواج دولي وداخلي معا أو ازدواج دولي، ماشي؟ ممكن حضرات 8 دي برضه نتركها عشان تبقوا واضحين، لأنها هي يعني هي إجابتها عموما ألف. يجب تقديم الإقرار 9 حضرات، يجب تقديم الإقرار الضريبة وتسديد الضريبة المستحقة. الإجابة رقم 9 يا شباب، يلا باع 120 يوم صح. صح 10، يعد الدخل متحققا من مصدر في المملكة في الحالات التالية ما عدا يعد الدخل متحققا من مصدر في المملكة في الحالات التالية ما عدا ب. ما اعرفش احنا جاوبناها المرة اللي فاتت ولا لا، ربما نكون جاوبناها المرة اللي فاتت صح؟ هل جاوبناها شباب المرة السابقة المحاضرة السابقة؟ هي فعلا تمام، شكرا لكم. هي فعلا عقود توريد البضائع التي لا تتضمن اعمالا مصاحبة، لانه الدخل الناشئ عن نشاط في المملكة يخضع مقابل استغلال الموارد الطبيعية في المملكة يخضع مبالغ ادفاعها مقيم مقابل خدمات تمت بالكامل يخضع، ولذلك الإجابة هي باء. إحداشر إجابتها أن تكون منشأة وفقا 11 يا شباب في الأسئلة في الفصل الخامس 11 لأغراض ضريبة الدخل تعد الشركة مقيمة في المملكة خلال السنة الضريبية عند توفر الشرط التالي ألف ب ج د تعد لأغراض تعد الشركة مقيمة في المملكة خلال السنة عند توفر الشرط التالي اللي هي حضرات 11
جيم جيم ماشي، وباء باء وجيم. واحدة منكم قالت باء دلال، واحدة قالت جيم فاطمة، نشوفوا مين هي الصح. أن تقع عدالة الرئيسية في المملكة أو في أي دولة؟ لا، أن تكون من شرف نظام الشركات في المملكة، دي ب جيم، أن تكون من شرف نظام الشركات في أي دولة من دول العالم. جيم فاطمة، عدلي إجابتك. الإجابة الصحيحة هي باء. الإجابة الصحيحة هي باء. ليه؟ تعتبر الشركة مقيمة في المملكة ماشي عند توفر الشرط التالي: أن تقع إدارتها الرئيسية في المملكة أو في أي دولة من مجلس التعاون الخليجي. ما تنفعش. ليه؟ أن تقع إدارتها الرئيسية في المملكة تنفع، لكن لما قال أو في أي من دول مجلس التعاون الخليجي كده بقيت غلط. جيم، أن تكون منشأة وفقا لنظام الشركات في أي دولة من دول العالم برضه غلط، لأنها لازم تكون منشأة وفقا لنظام الشركات السعودي، ولذلك جيم ما تنفعش. دال، أن تكون منشأة وفقا لنظام الشركات في أي من دول مجلس التعاون الخليجي برضه لا، لازم تكون منشأة وفقا لنظام الشركات السعودي، ولذلك الإجابة الصحيحة باء، أن تكون منشأة وفقا لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية. هنا هنجاوب احنا حضرات بعد كده 20 ماشي، هنمشي لحد 20 هنجاوب 20 اهو. اذا كان احدى الشركات الاجنبية قد وقعت عقدا مع احدى الجهات الحكومية توريد وتركيب اجهزة ومعدات بمبلغ 15 مليون ريال، وكانت الشركة تمسك حسابات لهذا العقد، فان الدخل الخضر الضريبة في المملكة هو، انا فاكر انه المثال ده خدناه المحاضرة السابقة، وانا كنت ضفت حاجة تاني وكنت قلت احسبوا، ايوة صح بارك الله فيك، وكنت انا ضفت حضرات حاجة تاني وقلت لكم احسبوا الضريبة، احسبوا الضريبة بفرض انه لا توجد دفاتر منتظمة، حد من الناس اللي غير حاضري المحاضرة السابقة يقدر يحسب الضريبة؟ انا عايز احسب الضريبة هنا، حد يقدر يحسب الضريبة يتفضل. ماشي، خمسة وأربعين ألف، مش عارف والله، ربما تكون إجابة صح. طيب الإجابة الأولانية، أولا رقم 20 إجابته ألف، 15 مليون، 10% مليون و500 ألف. طيب السؤال الثاني، عايزين الربح وبعدين عايزين الضريبة. الربح هيساوي كام؟ طيب الربح يا ربي هيساوي كام؟ 15 واحد وخمسمائة ألف في خمسة وأربعين ألف، ممتازة، بس إن شاء الله ما تكونش واخدها من المرة اللي فاتت، شكرا لك. ماشي تمام، ده حضرات يبقى احنا ضفنا هنا كمان الربح كان 225 ألف، وكانت الضريبة 45 ألف. ماشي، نكتبهم دولة، مش احنا كتبناهم المرة اللي فاتت، الربح 225 ألف، الضريبة 45 ألف ريال. شكرا لك. ماشي، بعد كده يا شباب هاخد بعد 20 هاخد 21 22 23، هاخد 23 وجبتها حليناها في حالة وجود أعمال مصاحبة لعقود التوريد للمملكة غير محددة القيمة بشكل منفصل. الإجابة رقم 23 يا شباب، 23 الإجابة رقم به صح.
الإجابة رقم ب صح ماشي. طيب تعالوا ناخد برضو كنا حلينا الجزئية اللي سهلة اللي هي رقم 25. وما هو الأجنبي ياخدها الضريبة على الداخل وياخد الضريبة السنوية من القاعدة لقرار 80 وبعديها الطبق إنه هو 90، فيكون الفرق الواجب سداده ودي طبعا عايزة واحد بس يكون فيه وقت يكون يعني ماشي تمام. ده حضرات اللي هي التمرينات. لو عايزين 26 حضرات اجابته باء، 26 اجابته باء. عايز حضرات امشي على الفصل السادس واخد منه الفترة الضريبية بس، الفترة الضريبية. انا وقفت والله اهو وقفت يعني واعطيت يعني التحية. حاضر يا فندم. ما فيش مشكلة، انا مش واخد بالي من كتابة بس ما فيش مشكلة، فلا لا يوجد اي مشكلة، لا تحت امركم. اختي الكريمة دلال من المجتهدات وبعتت له حاجات وانا ارسلت لك الرد، خلي بالك ارسلت لك الرد في المنتدى وشرحت المحاضرة السابقة تمام. وانا بقول الاتي بالنسبة لحضرات لي اللي هي دفع الضريبة على المفروض حضرات أن الضريبة تسدد عند تقديم الإقرار. ده حضرات الأصل، ده حضرات الأصل أن الضريبة تسدد عند الإقرار. لكن النظام قال إيه؟ النظام قال معادلة حضرات بيقول لي لو كان 25% يعني 25% من الضريبة المسددة العام السابق مطروحا منها الضريبة المحصلة من الغير ماشي لا تقل عن 500,000 ريال. شفت هو عمل معادلة حضرات وهي صفحة كام؟ اجيبها لحضرتك انا الان. صفحة كام يا اختي الكريمة؟ انا صفحة كام عشان اوصل لها بس عشان هو ممثلها بألف زائد باء، ألف زائد باء الحياة اهي. ايوه صفحة يا أخواتي الأفاضل صفحة 123-124 بتقول إيه؟ إذا كان 25% مضروب في ألف ناقص به ماشي لا يقل عن 500,000 ريال فيجب سداد الضريبة على 3 دفعات مقدمة، منهم واحدة في 6 واحدة في 9 واحدة في 12 وأكيد الرابعة هيسددها عند الإقرار وبعد كده والفرق يدفعه عند التحاسب. ايه معناها دي؟ هو بفرض حضرات انه واحد كان دافع السنة الماضية وليكن السنة الماضية حضرات وليكن 5 مليون، يعني انا هضرب لكم مثال بسيط، العام السابق حضرات انا بس اكتبها يعني بفرض انه العام السابق الضريبة المسددة من المكلف مثلا 5 مليون ماشي 5 مليون ريال والضريبة المحصلة من الغير مثلا 1 مليون. ايه هي الضريبة المحصلة من الغير حضرتك؟ زي ضريبة القيمة المضافة، ما هي ضريبة القيمة المضافة حضرات ما هو التاجر بيحصلها وبيدفعها، يعني هو بيحملها للمستهلك والمستهلك بيدفعها وهو اللي بيدفعها للمصلحة. طيب أنا لو طبقت حضرات يعني إذا طبقت المعادلة هيكون الناتج كام هنا؟ حد يقول الناتج كام؟ لو قلت 25% مضروبة في ألف ناقص ب يعني معناها حضرات 25% مضروبة في 25% مضروبة في
اللي هو كام؟ 5 مليون طرح 1 مليون. ايه رأيكم الناتج كام؟ الناتج هيطلع 1 مليون صح؟ يعني 25% ضرب 5 مليون طرح 1 مليون، معلش الكتابة طبعا لعلها تكون مظبوطة عندكم، ماشي؟ هيطلع الناتج كام يا حضرات؟ فالناتج هنا سيكون 4 مليون. الناتج 4 مليون. النظام قال ايه؟ النظام قال لو 25% مضروبة في ضريبة العام السابق مطروحا منها الضريبة المحصلة من الغير، يعني اللي واخدها من الناس هو عشان يوديها لنا زي ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، ماشي حضرات؟ ففي هذه الحالة يجب أن يدفع الضريبة على 3 دفعات مقدمة أو معجلة، واحدة منها في شهر 6، واحدة في شهر 9، والثالثة في شهر 12، وبعد كده لما يقدم الإقرار يدفع الباقي، وعند التحاسب كمان إذا كان عليه تاني يدفع الباقي. أرجو أن تكون واضحة الأخوات الأفاضل، واضحة؟ واضحة يا شباب هذه؟ هي في سنة 24 المية 24 نعم نعم هاي هي في صاد نعم اقرأيها وشوفي ايه المطلوب فيها، ماشي؟ كم الناتج؟ 4 مليون. مش احنا قلنا 4 5 ناقص؟ لا، 5 ناقص مليون فيها 4. 4 في 25% معاكي تاني يا اخت الكريم. انا قلت 5 25% 25% ضرب ضرب افتح قوس 5 ناقص 1 اقفل القوس، الناتج هيبقى عبارة عن 25% ضرب 4، لانه 5 ناقص 1 فيها 4. أنا أتكلم بالمليون، فإذا 25% ضرب 4 الناتج 1 مليون. الناتج 1 مليون. النظام بيقول إيه؟ إذا كان ناتج هذه المعادلة لا يقل عن 500 ألف فيجب دفع الضريبة على 3 دفعات معجلة. انا طيب انا ممكن اطلب من حضرتك الاتي، اكتب معايا الاتي كده، 25% يعني 25 من 100 افتح قوس 5 ناقص 1 اقفل القوس. السطر الثاني اكتب الاتي، 25% القوس ده لما نيجي نصفي القوس 5 ناقص 5 ناقص 1، مش 5 ناقص 1 فيها 4. طيب 25% يعني ربع الأربعة، أيوة مليون نعم، أنا بتكلم على المليون، بتكلم بالمليون إحنا. 25% ضرب 4 الناتج سيكون 4. أيوة الناتج سيكون 4. عشان كده اما ممكن لا خلاص انت معك حق، الناتج سيكون 4 مليون معي. نعم الاربعة مليون الناتج اللي عندك دي اضربيها في 25% هتطلع مليون. انا هغير عشان خاطر مشكورة حضرتك، انت صلحت لنا، الناتج سيكون 1 مليون. الناتج سيكون 1 مليون. في هذه الحالة اللي هي دي حضرات الحالة اللي احنا فيها دي،
بالظبط اهي. المفروض حضرات المكلف يدفع الضريبة على 3 دفعات مقدمة. ماشي يا شباب؟ طيب في مثال عليها يا حضرات، بيقول لي إذا كان 25% من الضريبة المسددة العام السابق. أه حضرات، لا هكتب لكم اهو، اذا كان 25% من الضريبة المسددة العام السابق مطروحا منها الضريبة المسددة عن طريق الاستقطاع من المنبع العام السابق، العام السابق، العام السابق، ها، لا تقل عن 500,000 ريال، يجب دفع الضريبة المستحقة، يجب دفع الضريبة المستحقة على 3 دفعات معجلة على دفعتين معجلة مع الإقرار. أنا عملت 3 إجابات. لا ده من البنك عندي شباب، مش موجود عندكم هذا، والله ممكن يكون موجود في الآخر، ممكن يكون موجود في الأسئلة بس. ماشي، ها، 3 دفعات معجلة، تمام. طيب لو قلت حضرات نفس المثال السابق، نفس المثال السابق، ماشي، نفس المثال السابق، بس اللي هو إذا كان 25% من الضريبة المسددة العام السابق مطروحة منها الضريبة المسددة عن طريق الاستقطاع من المنبع العام السابق، وقلت حضرات تقل عن 500,000 ريال، نفس المثال السابق لكن بفرض انها تقل عن 500,000 ريال، هنا حضرات يجب سداد الضريبة المستحقة، هل على 3 دفعات، هل على دفعتين، هل مع الإقرار. ايه رأيكم؟ 3 دفعات، دفعتين، وبعديها مع الإقرار، ها؟ ما رأيكم؟ تبقى هنا حضرات في هذه الحالة تبقى مع الإقرار. تبقى خلي بالك لو هي لا تقل عن 500,000، يعني أو زادت عن 500,000، لا تقل عن 500,000، لكن لو أقل لا، تبقى لو أقل لا. طبعا هنا حضرات في جزئية تاني اللي هي خاص، خلاص ال3 دفعات دي خلاص يا شباب، صح؟ ماشي. يعتبر احد صور التجنب الضريبي ان يتعرض الشخص للضريبة اكثر من مرة، او دفع اكثر من ضريبة على نفس الوعاء عن نفس المدة، صح ولا خطأ؟ يعتبر
إحدى صور التجنب الضريبي، أن يتعرض الشخص للضريبة أكثر من مرة أو دفع أكثر من ضريبة على نفس الوعاء عن نفس المدة، صح ولا خطأ؟ والله يا أختي الكريمة أنا جاي البنك الأسئلة بسألكم منه، عندي بنك على كل المحاضرات حوالي 400 سؤال كده ولا حاجة، بناخد منهم الأجزاء اللي خاصة بالحلقات. ماشي، ممكن أعيده؟ ماشي. يعتبر إحدى صور التجنب الضريبي أن يتعرض الشخص للضريبة أكثر من مرة أو دفع أكثر من ضريبة على نفس الوعاء عن نفس المدة، صحيح ولا خطأ؟ شكرا. ايوه. طيب، اول واحده مشكوره، ايه رايك؟ انت كتبتي خطا، كتبتي صح، بقى ايه رايك؟ قاعده مصر على صح ولا غيرت رايك؟ خطا. ليه حضرات؟ يعني ارجو انك انت اقرا السؤال كويس، ماشي، اقرأ المثال كويس. لا، مش لأنها أكثر من مرة. عارفين ليه؟ تعتبر إحدى صور التجنب الضريبي. في فرق حضرات ما بين التجنب والتهرب. التجنب الضريبي هو استغلال ثغرات القانون أو النظام الضريبي، ماشي، لعدم دفع الضريبة. ممكن يا حضرات أنا في نشاط معين لا اقوم به، يعني عندي كذا نشاط، لو بفرض انه مثلا ان انا فاتح مواد غذائيه في شركه معينه، لو جبت منها هدفع ضريبه، ما اجيبش منها، تمام، يعني لا اشتري منها، اللي هو استغلال الثغرات الخاصه بالنظام، لكن ما فيش فيها، يعني ما فيش فيها اللي هو اللي هو عدم مخالفه، يعني ما فيش عدم مخالفه دي اسمها التجنب، تمام. أما أن يتعرض الشخص للضريبة أكثر من مرة أو يدفع أكثر من ضريبة على نفس الوعاء عن نفس المدة، دي حاجة اسمها ازدواج، دي ازدواج ضريبي وليس التجنب. واضحة يا شباب؟ دي اسمها ازدواج. آخر نقطة عندي أهي، اللي هي خاصة بي، فينها؟ كنت أهي. اللي هي خاصة يعني صح؟ لا لا شباب، أن يتعرض الشخص للضريبة أكثر من مرة المقصود بها ازدواج، ولذلك الإجابة الصحيحة عن الاختيار خطأ، هذه العبارة خطأ. التجنب هو استغلال ثغرات النظام الضريبي في عدم دفع الضريبة، يا حضرات التجنب. ماشي، عندما يسعى المكلف إلى التخلص من دفع الضريبة بأسلوب لا ينطوي على مخالفة لأحكام النظام الضريبي، ماشي ماشي، يبقى هو إيه؟ هيسعى للتخلص من الضريبة بس بأسلوب لا ينطبق عليه مخالفة، كأن يمتنع عن إتيان العمل أو التصرف المنشئ للضريبة حتى يتجنب دفعها، كأن يمتنع عن استيراد السلع التي تفرض عليها ضرائب جمركية أو عن استهلاك بعض السلع. هذا النوع من التفادي أو التجنب
ماشي بقوة النظام، يقره النظام الضريبي ولا يتضمن أي مخالفة لنصوصه. ماشي ده هضرات فقرة، شكرا لك فعلا، فقرة 471 مشكورة. تمام. ماشي هضرات، ده اللي هو أما لو تيجي التهرب هو محاولة التنصل من دفع الضريبة، أما الازدواج هو خضوع المال لأكثر من ضريبة ويتحقق بتوافر الشروط الموجودة اهي، أحد الشروط اللي هي نصت عليها هذه الفقرة الموجودة في هذا المثال. إحنا قلنا حضرات في الفصل الخامس إنه يجوز إسقاط الضريبة، يجوز إسقاط دين الضريبة عن المكلف. ففي حضرات سؤاله عن، هتلاقيه غالبا في نهاية الفصل السادس، اللي هو بيقول إيه؟ يجوز إسقاط دين الضريبة عن المكلف في الحالات التالية ما عدا، يجوز يجوز إسقاط الضريبة عن المكلف في الحالات التالية ما عدا. هم كل الأسئلة دول حضرات عن الخامس، معلش ربما يكونوا مش موجودين حضرات في نهاية الخامس، فتكرما أن تسمعوهم بس. يجوز إسقاط من ال والله من ال من ال من البنك الأمان يا شباب، الله يبارك فيكم. ماشي، يجوز إسقاط دين الضريبة عن المكلف في الحالات التالية ما عدا: واحد، عدم وجود أموال كافية في رصيد المكلف بالبنك، أو ألف. ب، عدم وجود أموال منقولة أو غير منقولة للمكلف لسداد الدين. جيم، وفاة الشخص الطبيعي المكلف وثبوت عدم إمكانية التحصيل. دال، إفلاس المكلف بموجب حكم قضائي. ألف 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 كله قال ألف، عدم وجود أموال كافية في رصيد المكلف، وفاة الشخص، إفلاس المكلف ماشي، عدم وجود أموال منقولة غير منقولة ماشي، وفاة الشخص ده وفيها في رصيد المكلف بالبنك. فعلا يا حضرات الإجابة ألف هي الصحيحة. طيب إحنا حضرات الفصل الخامس كده خلص، باقي معانا السادس وباقي معانا محاضرتين هيكفوه إن شاء الله رب العالمين. هل لديكم أي استفسار؟ هل لديكم أي استفسار؟ لا، واحد ممكن نأخرها. هو معادلات الأربعة هنقدمها ليه؟ ده معنى ممكن نأخرها، إن احنا متقدمين. بالمناسبة يا شباب، متى الاختبار؟ بالمناسبة متى الاختبار؟ لا ما ينفع بداية 8، عايزين تاريخ. 12/8، 12/8 ده زكاة صح؟ زكاة وضريبة. حد منكم عنده مؤسسات يوم 12/8؟ تمام. حد عنده مؤسسات مالية من الحاضرين؟ لو حد عنده مؤسسات مالية يقول لي مؤسسات مالية تاريخها كام. تمام. طيب لو متاح لكم الجدول ممكن تبعتوه على ال سارة شكرا. 9/8 9/8 معقولة 9/8 أكيد.
ماشي. طيب الإخوة الكرام، أي استفسار آخر؟ دكتور النسب كثيرة، ليه تحددها؟ لا توجد عندنا نسب كثيرة والله يا أختي الكريمة، عندنا نسب بسيطة. طب أعمل لهم حصر حضرتك ونناقشهم المرة الجاية، مفيش مشكلة. هو ما فيش غير هو جزء الضريبة المقطوعة وجزء الأرباح التقديرية، يعني مش كتير ولا حاجة. ماشي، لو يقدر يحددوهم ونناقشهم المرة الجاية ما فيش مشاكل. ماشي. طيب أي استفسار يا حضرات؟ نناقش النسب المرة القادمة إن شاء الله رب العالمين. ماشي، أي استفسار يا شباب؟ شكرا لكم طلاب المستوى السابع تخصص محاسبة، كنا معكم في مقرر محاسبة الزكاة والضريبة حسب 416، نلتقي معكم على خير إن شاء الله المحاضرة القادمة. تفضلوا، مشكورين، في حفظ الله، جزاكم الله خيرا جميعا، تفضلوا تفضلوا تفضلوا.